قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثر الحديث عن الإرهاب في هذا القرن، فكل يدعي أن خصمه إرهابي ويجب القضاء عليه، ولا يرضى أحد أن يعترف أنه هو الإرهابي. فلنرى القرآن وننظر إليه، رب العزة يبين لنا بوضوح من هم الإرهابيون. العنوان: الفراعنة هم الإرهابيون. الفراعنة نسبة إلى فرعون موسى، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله وأرسله إلى فرعون وجنوده وقومه. وفرعون موسى كان متسلطا على الناس، فجاء موسى برسالته من الله يطلب من فرعون وقومه أن يطيعوا الله ويتحرروا من طاعة فرعون. فالله أرسل الرسل جميعها بلا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص أو كلمة التحرير، أي لا طاعة ولا خضوع إلا لله، لا تسلط ولا سلطان من إنسان على إنسان إلا الله تبارك وتعالى، السلطان له والطاعة له والعبودية له. لذا جاء قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وحكم الفراعنة تسلط مباشر، لأنه في عندنا تسلط من الإنسان على الإنسان بشكل غير مباشر، يتسلط عليه بتقديس صنم، بتقديس شعار، بتقديس حزب، بتقديس كذا، وهو يتسلط من وراء هذا الشعار على الناس ويسومهم سوء العذاب وينفذ فيهم مآربه وأغراضه، وربما أوحى إليهم زورا وكذبا أنه يريد مصالحهم. وإذا حاول الناس الخروج عن سلطانه أو عن أمره، وإذا به يتسلط عليهم بالقهر والإرهاب. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه مسليا له ومبشرا له بأن العاقبة والنصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت العاقبة والنصر لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون، فيقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد فرعون إلا في ضلال. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان. أرسل الله سيدنا موسى بالسلطان الآيات أي الدلائل، والسلطان المبين أي الحجة البينة الواضحة. فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى آيتان حجتان عظيمتان تدل على أنه مرسل من عند الله، لأن هذا الذي جاء به لا يستطيع أن يأتي به إلا الله. إحداهما
يضع يده في جيبه، الجيب فتحة القميص، فتحة الصدر، فتخرج بيضاء تنير كالكهرباء من غير سوء، يعني من غير مرض. في مرض اسمه مرض البهاق، صير الجلد أبيض، لا ليس مرضا، إنما تنير مثل المصباح الكهربائي بيضاء للناظرين من غير مرض من غير سوء، يعيدها فتعود كما كانت، يلقي عصاه فإذا هي ثعبان عظيم. والثعبان عادة يا إخواني إذا ابتلع شيئا يبقى يومين أو ثلاثة حتى يهم، تصبح حركته بطيئة. سيدنا موسى عندما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلعث بطن الوادي كله كان مليئا بالعصي والحبال التي يخيل للناس من سحرهم أنها تسعى، فجاءت حية موسى وثعبانه يلتقف كل لقف كل يعني ابتلع كل الحبال والعصي ولم يبق منها شيئا، عندما حمله عاد عصا ولم تعد تلك الحبال. فالسحر هو وهم، يظنونه أفعى، بعد يذهب السحر يعود كل شيء إلى ما كان. أين ذهبت الحبال والعصي؟ لافازي يقول من خلال تجاربه لا يفنى شيء في هذا العالم ولا يولد من جديد، إنما تتحول المادة من حال إلى حال، الأشياء المادية يعني. أما توجد أشياء جديدة أو تعدم أشياء موجودة، هذه لا تكون إلا بقدرة الله. الإنسان يستطيع أن يحول الحالة إلى حالة، يستطيع أن يحول الخشب إلى رماد يحرقه، يستطيع أن يحول الخشب إلى منضدة، ولكن لا يستطيع أن يوجد شجرة من لا شيء، لا يستطيع أن يوجد أفعى من الخشب من العصا، أفعى حقيقية فيها حياة تلتقف وتبلع وتهضم، هذا لا يستطيعه الإنسان. فهذه كانت حجة سيدنا موسى على فرعون عندما ألقى عصاه هرب فرعون. إذن أرسل الله تبارك وتعالى سيدنا موسى إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب، اتهموه بالسحر، فأحضر السحرة فغلب السحرة وتبين لهم أن هذا ليس بسحر، وآمنوا برب موسى وفرعون. بماذا يحتج عليهم فرعون؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ليش ما استأذنوا؟ إذا واحد بدي آمن بالله بدي يستأذن فرعون، وبدأ باستعمال وسائل الإرهاب، لأصلبنكم في جذوع النخل قطعنا أيديكم، هذا الإرهاب، هذا الإرهاب الذي يفعله فرعون موسى. أما الإرهاب الذي يفعله فراعنة القرن العشرين، طبعا فرعون موسى كان له مساعد هو هامان، وزير هامان، إلى فرعون وهامان وقارون، مساعده هامان وكبير الثروة عنده الذي يعني يظن الناس أنه بيده المال هو قارون. فرعون القرن العشرين نعم زعيمنا فرعون، أخوه هامان، ابن خالته هو يعني صاحب المال اللي ابتز أموال الناس بالاحتكار وبالأخذ الأمور كلها بيده والعياذ بالله تعالى. وأيضا في مصر وفي كل مكان يوجد فرعون، القوة الساحقة للعسكر والجند الذين يقتلون ويضربون ويعذبون، يقتلون الناس في منتصف الليل في رمضان وهم يصلون التهجد وهم المجرمون الكافرون لا يعرفون لا صلاة ولا عبادة، يقتلونهم ثم يدعون أنهم قتلوهم. واحد يصلي كيف يقتل غيره؟ فدائما فرعون يعتمد على الكذب، ومع الأسف يعني وصل به حد السخف والجنون والحماقة أن يكذب كذبا لا يصدق. هل سمعتم أن فرعون مصر زعم أنهم قبضوا على فتاة في رابعة العدوية وهي تحمل RPG؟ أنا أتحدى إذا كانت الفتاة تستطيع أن تحمل رشاش، ممكن بعد تدريب تستطيع تحمل RPG الذي يصعب عليه يشيله شاب، فتاة تحمله في منتصف المظاهرة وهم يصلوا صلاة الليل. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا أيها العالم، انتبهوا، لقد وصل بهؤلاء الكذب إلى حد أنهم يكذبون كذبا لا يصدق ولا يحتمل.
لا يصدقه عقل، فكيف يسير الناس وراء عقولهم وراءهم؟ أصبح الناس بلا عقول، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يعرج فيه بعقول الناس حتى لا تكاد تجد ذا عقل. من يصدق هؤلاء الكفار كذابين؟ من يصدقهم؟ إذن في مصر أيضا في فرعون، في مصر في مساعدين له من النظام القديم، كلهم من الأمن وغيرهم، ينبغي أن يشلعوا حتى يعيش الناس براحة، إذا ما تخلصوا منهم لا يتخلصون من العبودية. مين أيضا في مصر؟ بالدمال. المال ضخته بعض دول الخليج بأمر من أمريكا وإسرائيل. هذه فراعنة القرن العشرين، وما يكلمنا الله تبارك وتعالى عن فرعون موسى فقارنوا بينهما. فلما جاءهم، يعني سيدنا موسى جاء فرعون وهامان وقارون، فلما جاءهم بالحق من عندنا بالآيات والمعجزات والأدلة قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. اقتلوا، أليس هذا هو الإرهاب؟ لماذا يقتلونهم؟ حتى يرهبوهم ويجبرونهم أن يطيعوا فرعون وجنوده، لينالوا منهم ما يريدون، ليستعبدوهم، ليذلوهم. هذا فرعون يا إخوان، فرعون هو الإرهابي. سبحان الله، يدعي بعض الناس الإسلام، ألا يقرؤون القرآن؟ تماما مثل فراعنة القرن العشرين تماما. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، استبقوا نساءهم حتى يخدمونه. فراعنة القرن العشرين ما شاء الله عليهم، سواء فرعون موسى، قتلوا أبناء الذين آمنوا وقتلوا نساءهم واعتدوا على أعراضهم، لم يتركوا شيء، وخربوا بيوتهم فوق رؤوسهم، بل وصل الأمر ليستعملوا الكيماوي موت الناس وهم نائمون. مآسي يندى لها الجبين، لم يوجد مثلها في التاريخ أبدا، مثل هذه الجرائم. ومع ذلك العالم تظنونه نائم؟ لا، واعي وفاهم، ولكنهم يرتاحون بقتل المسلمين، لأن حكام العالم بأكثريته تقريبا كلهم متصهينون، يعني حمير لإسرائيل، وذكرت هذا سابقا. إسرائيل تعتقد، وهذا موجود في تلمودها، من يقرأ ويفهم ويعرف اللغات يرجع إلى مراجعهم ويقرأ. هم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن العالم كلهم حمير، ويزعمون أن إلههم يهوى قال لهم: إني لم أخلق الآخرين بأذان طوال، يعني حمير، لئلا تتأذى أيها اليهودي بمنظرهم، فخلقت شكلهم مثل شكلك. إذن اليهود مخططهم أن يستعبدوا العالم، الشعوب في العالم الغربي وفي أمريكا مستعبدة، مستعبدة بشهواتها، ومستعبدة من اللوبي اليهودي الذي يسيطر عليها ويجعل حكامها حميرا له، يسيرهم كما يشاء. ما هي مصلحة أوروبا وأمريكا باليهود حتى يضخون أموالهم ويفتعلون الحروب والمشكلات وكذا، كلها من أجل عيون اليهود؟ لماذا؟ ماذا يستفيدون منها؟ إذا كان من أجل اليهود عم يحافظون على البترول، الناس عندما تثور بشكل طبيعي ستحرق البترول وتحرق أمريكا وغيرها، ولكن هؤلاء حمير اليهود لا يفقهون ذلك. لقد أعمى اليهود بتسلطهم الصهيوني، أعمى أبصارهم وعيونهم، وشغلهم بأوهام لا يدرون كيف يسيرون. العالم محتقن كله، وبدأ الناس جميعا في الشرق والغرب، مسلمين وغير مسلمين، يعرفون عدوهم من صديقهم، فإذا ازداد الضغط سيتولد الانفجار، هذه معروفة، قاعدة معروفة. فإذا زاد التسلط من قبل الغرب ومن قبل أمريكا على المسلمين في بيوتهم وفي مواطنهم وفي بلدانهم، فإنهم سينفجرون انفجارا رهيبا، وتضيع كل مصالح الغرب، ويعود الغرب للركوب على الحمير، لا يبقى طائرة ولا دبابة ولا حاجة. وقد أشار
الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه إلى أنه في آخر الزمان يعود القتال بالسيف. طيب وين بتروح الطائرات والدبابات؟ معنى ذلك أن هذا البترول إما سينتهي وإما ستقوم هناك ثورات تزيل البترول ونخلص منه. ولو أنهم عاشوا مع المسلمين حياة متكافئة، حياة مساواة، يا أيها الناس كما قال الله تعالى إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأتقى عند الله هو الأفضل. نحن لا نجبر أحد أن يكون مسلما، ولكن لا نرضى أحد أن يتسلط علينا بأسلوب مباشر ولا غير مباشر. هم يتسلطون علينا بأجرائهم. كلما صارت انتخابات في الجزائر، صارت انتخابات، المسلمون طبعا هم أكثرية، فازوا بالانتخابات، قبضوا عليهم وحطوهم في السجون. في فلسطين الصالحون المستقيمون في السجون. ومن يفاوض، حدثني عدد من الفلسطينيين أن من يفاوض، بعض من يفاوض عن الفلسطينيين لليهود أمه يهودية، أمه يهودية يعني يهودي. في مصر الأكثرية مسلمون، يعني هل سينتخبون يهود؟ صارت انتخابات حرة نزيهة لأول مرة فألغوها، طلعوا المسلمين بدي يسوون اسم المسلمين اسلام سياسي، لك ايش بدك اسلام يهودي؟ لعنة الله على الظالمين. ومع ذلك يكذبون ويكذبون ويدجلون، دجلوا واكذبوا. الأمة المسلمة تحركت ولن تعود للوراء. قد يتأخر سيرها، قد تضحي ضحايا كثيرة، ولكن ضحاياها في الجنة وضحايا هؤلاء الفجار الكفار في النار ونتيجتهم إلى زوال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية: وما كيد فرعون إلا في ضلال. تدبير أهل الكفر من فرعون وجماعته في ضلال وضياع وذهاب، لن يوصلهم إلى غرضهم. هنا انتبهوا يا إخواني، شبه فرعون القديم بفرعون الحديث. يقول الله تبارك وتعالى في الآية التالية: وقال فرعون ذروني أقتل موسى. اتركوني، اسمحوا لي يعني حتى أقتل موسى. هذا فرعون موسى. ماذا قال فرعون مصر منذ أسابيع؟ قال اجتمعوا وساووا في 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 هذا اللي اجتمعوا فيه وعيدوا اعتقالي للاخوان وللمسلمين. هن ما بقولوا مسلمين، بس باسم المسلمين بضربوا كل عمل اسلامي، لان هدفهم ضرب الاسلام. فعم ياخذ من الاذن يعني. اجتمعوا فوضوني انا حتى اقبض عليهم واقاتلهم. تماما كما قال فرعون مصر قديما: ذروني اقتل موسى. وهذا أيضا، هذا الضابط اللي الله عليه وين تربى، الله عليه من أمه، انظروا في الانترنت ربما يكون صحيح ما ذكروه وما كتبوه. هذا يقول لهم اجتمعوا وفوضوني حتى أقتلهم. من بده يفوضه؟ ما حدا فوضه. كل عملهم قائم على الكذب والدجل والإرهاب. الإرهاب، المسلمون عندما كانت أكثرية الشعب المصري مسلم ووصل للانتخابات عن صناديق الانتخابات إلى البرلمان وإلى الرئاسة وغيرها، ما استعمل العنف مع أحد أبدا، ولا أجبر أحد أن يكون مسلم، ولا أجبر أحد أن يترك معاصي أو كذا أبدا، بالإقناع، اعمل ما شئت ستعاقب عند الله أو تفوز. أنت إنسان مكرم عند الله، تأخذ حريتك، ولكن هذه الحرية ينبغي ألا تؤذي الآخرين، هذا فقط. أما هم ماذا فعلوا؟ الدبابات والصواريخ والقذائف فرعون في سوريا ماذا فعل؟ لم يبقى سلاح محرم إلا استعمله. هذا ليس إرهاب، هذا إبادة، مو بس إرهاب، إبادة، إبادة يا جماعة. منذ أيام قرية من القرى في تلال في سوريا قصفت وضرب منها عدد من البيوت ومات 20 شخصا. ما ذنبهم؟ لا يوجد عندهم جيش حر ولا جيش مر ولا جيش كذا ولا كذا، ناس في أعمالهم في بيوتهم تنزل عليهم الصواريخ والقذائف فتخرب بيوتهم ويموتوا تحت الأنقاض. هل هذا تحرير أم إرهاب فقط بشأن تخويف الناس؟ لماذا؟ حتى يقولوا إيه هذا الجيش الحر هو سوى هيك، كان ما عايشين، كنا عايشين كالبهائم حمير عبيد لهؤلاء، هذه ليس عيشة.
ليست حياة. الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالتخلص من هؤلاء المجرمين المتسلطين الذين بلغ حد تسلطهم أشد من تسلط فرعون. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يشكك بالله سبحانه وتعالى، إني أخاف أن يبدل دينكم. لاحظوا إذا فرعون له دين، من هو المطاع المعبود في دين فرعون؟ فرعون. من هو المطاع المعبود في دين الإسلام؟ الله خالق الكائنات. ما في أحد في الوجود إلا له دين، إما أن يطيع الله فيما أنزل وإما أن يطيع غير الله، من الفراعنة، من شياطين الإنس والجن، من عبودية الشهوات، المهم له دين، هذا مسلكه في الحياة. ولذلك يا إخواني قلت مرارا أن الذي يدعي أو يظن أنه لا ديني، علماني ما له دين، لا له دين، بس ما دينه لا نصراني ولا يهودي ولا إسلام، دينه دين شيطاني، دينه دين شيطاني. إما أن يكون الإنسان على دين الحق الذي أنزله الله وثبت أن هذا هو الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بلا إله إلا الله يعني لا طاعة إلا لله، محمد رسول الله يعني لا نقبل أي حكم تشريعي وأمر ونهي ومنع وإيجاد إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن أو السنة، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإما أن يكون الإنسان على هذا الدين وإما أن يكون على غير هذا الدين، اللي لا ديني على غير هذا الدين فهو على دين الشيطان والعياذ بالله تعالى. إني أخاف أن يبدل دينكم، بغير دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. إذا هؤلاء الذين يتسلطون من قبل أو يعيدون التسلط، هل يريدون أن يحرروا الناس؟ لا، يريدون أن يغيروا الدين. فإذا كان الناس مسلمين يريدون أن يستعبدوهم وأن يتسلطوا عليهم فيغيرون دينهم من الخضوع لله رب العالمين إلى الخضوع لهم. والإنسان بفطرته يحب الحرية إلا إذا عبث برأيه وعقله وأفسد سلوكه، فإنه عند ذلك لا يدري من يطيع، وقد تكون له أرباب متعددون وآلهة متعددون، يكون مشركا، أرباب متعددون خير أم الله الواحد القهار؟ الله تبارك وتعالى خالق الناس وهو أحق بطاعتهم. إذا أرادوا أن يسعدوا في الدنيا وفي الآخرة فليتحرروا من الفراعنة، وإذا لم يفهموا حقيقة الحرية فليعودوا إلى كتاب ربهم ليقيسوا نظائر ما ذكره الله في القرآن عن الفراعنة وإرهابهم، ويعرفوا فراعنة القرن العشرين ويتحررون من إرهابهم. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.